بسمه الوطن. ستشات الوفوميات والسياسي مثل الحيط، عالمنا الانتقادات طاير فوق المصريات. بان الوطن لما مات بسمات الوطن، بعد عنا مقدسات ما في قيمي للشهادات. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن، بس مات الوطن، بس مات الوطن، بس مات الوطن. مساء الخير من بسمات وطن. ضيفنا الليلة شخصية مثيرة للجدل، شخصية ما بتمر مرور الكرام على الشاشة. مين هي هالشخصية؟ بعد شوي رح خبركن وعرفكن عليها. أما هلأ رح نشوف الفرق بين النايب المنتخب والنايب الممدد. بسمات الوطن. شو الفرق بين النايب المنتخب والنايب الممدد؟ لما بيكون النايب منتخب، إذا صودف كان على الطريق أو بمكان عام والناس مرئين، بيسلموا عليه، بيحيوه، بيواجهوه، بيتصوروا معه كونه نايب عن الأمة. أما لما بيصير هالنايب نايب ممدد، فبيصيروا الناس يفشخوا من فوقه ويضلوا مكملين. التمديد بيكسر الهيبة على الأكيد. بسمات الوطن. نعم إيزو. ميت هيدا تعبتهم مربرة، بليز جيب لي غيره. تكرم عينك إيزو. تانكلو بيزو بيزو. علقوا هون، مش عم ينزلوا. ميت ميت ميت. نعم إيزو. ميت هيدا مش عم بيمبلع، علق بزلعيمي. بجيب لي غيره إيزو. تانكلو بيزو بيزو. نعم إيزو. ميت هيدا طعمته زنخة بحر على سردين على تون على بعرف ايش. اوكي جيب لي غيره إيزو. تاكلو بيزو. هيدا طعمته كان بيني على تابلي. ليش يا ميت؟ إيزو شايفي هالحيط اللي هونيك؟ يف يف يف. هيدا الحيط اللي لزقوا عليه صور النواب وشبقوهم بالبلدورة، فلما فلوا الشباب ركبنا وصرنا نقحط البندورة عن الصور وجبناهن على المطعم وعملناهن عصير البندورة. ربي. ايه نعم هيدا طعمته كب بيدي وتابلي، بده يكون احطيه عن صورة فهد الهبر. وهيدا هيدا طعمته زنخة بحر وسردين عن صورة عماد الحوض. طيب وهيدا هيدا هيدا العلق بزلعومي عن صورة نهاد المشنوق. ميت بتعرف اي واحد بدك تجيب لي هلا؟ هيدا محطوط عن صورة معين المرعبة. مرعبة فلو ما بدفع الزكا. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات.
متابعة بسمات وطن، وأهلا وسهلا بضيفتنا المرشحة التي لم تترشح، يم يم شلينك. هاي يم يم. هاي بوبا. يم يم، كل لبنان كان ناطرك لحتى تترشح على الانتخابات النيابية، وسكر باب الترشيح وما نزل اسمك من بين المرشحين. خلص بليز ما بقى تذكريني، كتير انفعصت. ليه شو صار؟ نزلت اترشح وصلت على باب الوزارة، سألني جوني وين تذكرتي؟ قلت له مانا معي لانت ما جبتها؟ ها نازلة تترشحي بلا تذكرتي. شفتي؟ وطلعت تاسية افات السكن والسجل العدلي وافات الطبيب والمصاري. وشو بدي اعمل؟ رح يسكر باب الترشيح. فطرت انا وجوني على البيت، جبنا كل شيء ونزلنا، وصلنا على باب الوزارة 12 الى 5 على القد. 12 الى 5 يعني كان بعد معك 5 دقائق، كان فيك تترشحي، ليش ما ترشحتي؟ لانه فت على الوزارة شافني الدركة، قال لي لوين يا أمورة؟ قلت له فت اترشح على الانتخابات. فقال لي هون وزارة الاشغال، انت لازم تروحي على الداخلية. معقول نزلت على وزارة الاشغال؟ شفتي ما كنت اعرف. مهم قعد الدركة يغنج لي الباس، وبتعرفي شو بوبا؟ من حظه لميشيل تابت اني ما ترشحت ضده بالمتن. ميشيل تابت؟ الممثل ميشيل تابت؟ شو كمان مرشح؟ نو يا الله شو اسمه، خيولة خيولة تبعول الام تي في. لك ميشيل المور. ميشيل المور. المور المور، من حظه اني ما ترشحت ضده على المتن، تعرفي ليه؟ لانه كنت مسحته. طيب يم يم، رجعين معك بعد شوي، وخلينا نتوقف هلا مع محطة سكتشات جديدة. بسمات الوطن. أعزائي المشاهدين، منرحب فيكم ببرنامجنا لعبة توم. برنامجنا باختصار هن توم كتير كتير متشابهين حتى بذوقهم. مسابقتنا هي مين بيقدر يخلي هالتوم يجاوبوا جوابين مختلفين عن بعضهم. وبنبدأ مع المشترك الأول، تذكر انه بحق لك بسؤالين فقط. يا توم، لوين بتحبوا تسافروا؟ إيطاليا. بعد سؤال. طيب اللحم المشوية شو بتحبوها تكون؟ كاستاليتا. منتأسف مشترك رقم واحد، ومنرحب بالمشترك رقم اثنين، وتذكر انه بس عندك سؤالين. اذا معكم سيارة فيراري كيف بتحبوا تطلعوا فيها على طريق ظهر البيدر؟ ترواز يا 160. طيب قديش بتحبوا تاكلوا من قصبة المص؟ 42 سنتي. منتأسف مشترك رقم اثنين، ومنرحب بالمشترك رقم ثلاثة، وتذكر انه فيك تسألهم سؤالين. انه يعني لازم اسألهم تكل واحد يجاوب شيء؟ مظبوط. انتو شو دينكن؟ موارني. موارني؟ بعد سؤال. مين بتحبوا؟ جعجع. مين؟ جعجع. مين؟ جعجع. مين؟ جعجع. بين جعجع وعون أول رهان ما بيطلع خسران. بسمات الوطن. بونجور. بونجورين. أنا المربي حنان عطوف، صاحبة مدرسة السرة الذهبية. بشوفك ببسمات وطن صح؟ صح، وأنا كمان بشوفك ببسمة وطن. هيدي إلك. أوه مرسي دوموازيل حنان عطوف، اتفضلي. شكرا. استاذ جار، أنا بصراحة جيت زرتك اليوم لأنه حضرتك نايب من نواب التمديد صح؟ صح، لجأنا لهالخطوة لنجنب لبنان الفراغ. برافو برافو، بخطوتكن جنبتوا لبنان من الفراغ، وجنبتوا كتير قلوب كمان من الفراغ. جنبنا قلوب؟ كيف يعني؟ يعني حضرتك فينا نقول انك نايب ممدد، ما هيك؟ صح، بس ما فهمت كيف بكون جنبت القلوب من الفراغ. لما بتتمدد استاذ، تمدد شوي لو سمحت. وين هون؟ نعم تمدد أرجوك. هيك على الصوفة؟ شفت؟ شفت كيف جنبت قلوب من الفراغ؟ ما فهمت. هيدا أول مرة بحياتي بشوف رجال ممدد قدامي، كل فراغ قلبي امتلى، تعبى، فاض، شط شط. أول مرة بيتمدد رجل
قدامي. وأنا كمان أول مرة. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن. عودة لمتابعة بسمات وطن مع ضيفتنا يم يم شلينك. يم يم، برأيك رح يصير في انتخابات؟ وين؟ هون بلبنان. انتخابات شو؟ النيابية؟ ما بعرف، بس بعرف انه ما رح يصير في انتخابات للبرلمان الا من تنتهي قصة القصير. القصير؟ ما خلصت قصة القصير اول امبارح. عن جد؟ وشو طلع؟ رح يخلوا البنات بسوريا يلبسوا قصير؟ شو؟ شو خص اللبس؟ لشي الحرب، مش لأنه هول تبع جبهة البصرة ما بدون يخلوا البنات بسوريا يلبسوا قصير وحزب الله بدون. هلأ هيك طلعت معك حرب القصير؟ ما بعرف بوبا، صراحة أنا ما بفوت بتفاصيل كتير. آه. حلو بالسين؟ بدنا نسأل الشباب، لأن أنا صراحة ما كتير بحب لبسينات. شو شباب، عزوكم بسا؟ شفت بوبا؟ طيب يام يام، راجعين معك بعد شوي وخلينا نتوقف مع بعض سكتشات. بسمات الوطن. مرحبا مدام ابو دعسي. اهلا سيد تمام. تفضلي، هيدا معاش الشهر بعت لك يا جوزك ابو دعسي. بس هودي؟ بقول لك الشغل مش ماشي، ان شاء الله الشهر الجاي بيكون احسن. طيب. اهلا سيد تمام. اتفضلي، هيدا معاش الشهر من جوزي. شو بدل ما يزيدوا نقصه؟ بقول لك شغل خفيف والازمة ضاربي وين ما كان. ليك روح قله بتقلك مرتك خلي يزيدوا مرت الجاي 400 دولار ولا رايح اقبره. اوكي؟ اوكي يا ماما. شو سيد تمام؟ زاد المصريات؟ بقلك لا، وحياتك الشغل مش ماشي. شو؟ يا كذاب؟ وحياتك يا شريه، اسأل السيد تمام، كان يفوت لعندي بنهار القصير 40-60 زبون، أرجع عم يفوت 5-6 زبونات. وحياة الماما عم يحكي صح. بعدين كل شغلي كان قايم عم سجين فتح الإسلام، بس ما هربوا كلهم. بعد في أرجع كم واحد عم بيشغلوني. إيه كان افتح غير شغل، شو يطلع مصاري؟ سيد تمام، شو في شيء بيجيب مصاري هون بالحبس؟ المدام. يا الله ما بصير بجيبهم. أخ أخ يا خواصري أخ. بسمات الوطن. أنجيل، عيش يا نمر. أنجيل تعي شوي. وين يا نمر؟ أنجيل تعي شوي على الأوضة. عش فيه بالأوضة ورك يا نمر. أنجيل، زلمي ومرتو عش بيعملوا بالأوضة. لا مسحك على القلب ورك يا نمر، خليني كمل التبصيرة. أنجيل منش منمزح، تعي شوي. نمر جنات خوت. أنجيل أنا بكامل عقلي، تعي شوي. يا عمي ما بعلمي من شهر قلت لي خلص بح باي باي خلصت متو. مزبوطة أنجيل، بس مددت له مددت له. يسوي ما يسويهن. عشان نمر قلت. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن.
وصلنا لاخر فقره من بسمات وطن مع ضيفتنا يمياً شلينك. يمياً، في كتير انتقادات لإلك من الصحافه انك بتحطي صور بالميو وصور فاتحه على التويتر والفيسبوك ومرات بالاعلام. ايه شو فيها؟ ليه جسمنا مش الله خلقه؟ مبلا. ايه وليه ما بدنا نفرجي داخليك؟ ليش الاعلام والصحافه ما بتنتقد النسوان تبع افريقيا يلي عايشين توبلس ليل نهار وسان سوتيان؟ ليه نحن ما بدنا نعمل مثلهم؟ معقول يام يام؟ معقول البنات والستات عنا يضلوا توبلس كل النهار؟ ايه شو فيها؟ انا هلا بعمل هيك. لا لا مش هلا، بعد شوي. خلينا هلا نتوقف مع سكتش ومن بعدها فرجينا. اوكي. بسمات الوطن. مرحبا صوفيا. اهلا اهلا، سعدت النايب، شو هالمفاجأة؟ جوزك عيد موجود؟ اتفضل هلا بيجي. كنت اعطيه مبلغ كرمال حملتي الانتخابية، كونه مفتاح انتخابي، وهلا صار في تمديد بقى. اتفضل اتفضل نحكي جوا، يا اهلا وسهلا. فاللي صار يا ست صوفيا انه بين 24 شهر و 18 شهر و 12 شهر رسيت فترة التمديد لل 17. عن اذنك يمكن عيد. تفضل فهيم تفضل. حضرته صديقنا وجارنا فهيم. فهيم اكيد عرفته للاستاذ. ايه ولو ما عرفته لكن وجهه مش غريب، بيكون بصحابة لصوفيا. عود فهيم عود. ايه فمدينا للسبعتاش. اف مدوا 17؟ يعني رح يمشي الطعن فيه؟ طعنوا فيه طعنين ونطرين. اف لا عم بقالكم على الحريس المزفر. يعني انتو باقيين لمسلين كل هالفترة؟ صحيح. مش عيني صوفيا صارت تفهم فلوم تساكس. وكرمال هيك جاي استرد المبلغ من عيد لانه ما عاد في لزوم يجيب لي ناس. طيري عيد كمان ربر له ناس. تفي قديش صارت الناس رخيصة. بالاذن برضو لو بدي اقطعكم، انا وصلت من نص الحديث بس فهمت عن شو عم تحكوا. اكيد يا فهيم بدك تفهم، هيدا حديث البلد هالايام. ايه ما انا يا استاذ كتير بحب هالشيء، وفيه مد لل 17 وبوصل لل 19 ومع صوفيا على 20 بسهوله. شو؟ ايه وعلي طعني. مخل ازميل قارس اللي بدك اياه. عن شو عم تحكي فهيم؟ عن غبار عيونكم صار بصيعة بتحكوا عنه طول 17 والطعن ماشي فيه. بس انا ما استوعبته انه عيد ياخد مصاري من الاستاذ ويدبر له ناس. يعني عيد صار امبريزاريو؟ تفي فهيم. انا امبريزاريو يا فهيم؟ انا عم جيب ناس تيصوتوا لحضرة النايب، صرت امبريزاريو؟ استاذ يعني حضرتك نايب؟ انا افتكرتك بتمثل افلام طعم. فهم مشو. وهلا ساعة الحسم. يام يام شلينك تفضلي فرجينا. هيدا شمال وهيدا اليمين. اوكي شو هولي؟ بالسيجارة وبالسيجارة، ما انتو ما تكون شوفوا اتنين. وهيدا بسي كمان. مين اللي ما بيعرف بسي؟ باي. حبيتي بسي؟ كتير حلو بيه. بسمات الوطن. قلبه ضايع بين اثنين، بين حب وقال بل امه، مع اسكندر ذو القرنين ومعها ما بيفتح دمه. قلبه ضايع بين اثنين، بين حب وقال بين امه، مع اسكندر ذو القرنين ومعها ما بيفتح دمه. لما كنا مغرومين انشارت من اكتر من مين، وان كن ببوسي حلمين تنبز وتشدو شدوا بيك امو. قلبه ضايع بين اثنين، بين حب وقال بين امو، مع اسكندر ذو القرنين ومعها ما بيفتح امو. مرة هديته بنطلون بدلته بغير لون، وانفرحته بتليفون تقصد تسمو تينشف دمو تينشف دمو. قلبه ضايع بين اثنين، بين حب وقال
القرآن بين أم مع اسكندنز القرنين ومعاما بيفتح أمه بدل عرس بلا زفي أمه تزلغت بكفي بتديره مثل الدفي تركته لأمه المحبس روح لأمه المحبس روح لأمه قلبه ضايع بين اثنين بين حب وقال وبين أمه معيش كالبنز القرنين ومعاما بيفتح أمه قلبه ضايع بين اثنين بين حب وقال بين أمه معيش كالبنز القرنين ومعاما بيفتح أمه بسمة الوطن سكشات الوفوميات والسياسي مثل الحال عالم من الانتقادات طاير فوق المصريات مات الوطن لا ما مات بس مات الوطن بعد عنا مقدسات ما في قيمي للشهادات مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن بس مات